قناة الأحجار الكريمة، إعداد وتقديم فريق عمل رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين على صفحاتنا العالمية للمركز العالمي للأحجار الكريمة في العالم العربي، في مختبر الخبير العالمي رشيد حباشو الذي يتوفر على أجهزة جد متطورة عالمية وآخر التقنيات. أستاذ رشيد حباشو، غادي تعطينا إن شاء الله ما هي البلورات، ما هي خصائصها، وما هي معلومات عن البلورات. السلام عليكم ورحمة الله. البلورات، قبل إعطاء تعريف للبلورات سنرجع للتعريف المعدن. المعدن، وهنا لا بد أن أشير إلى شيء مهم جدا، وهو الاختلاف الجوهري بين المعدن والمادة الكيميائية. فالمعادن هي عبارة عن مواد كيميائية. أولا، هذه المواد الكيميائية لا بد أن يكون لها نظام بلوري. إذا لدينا من جهة مادة كيميائية، من جهة أخرى متبلورة. نتحدث عن المعدن. هذه بلورة السموكي كوارتز، هي عبارة عن SeO4، جزيئة السيليكون متحدة مع 4 جزيئات أكسجين، هي ما يسمى بجزيئة السيليكون. إذا فكما تشاهدون هنا لدينا مجموعة من البلورات التي لها أشكال مختلفة، أشكال هندسية مختلفة. هذه الأشكال الهندسية تسمى بالنظام البلوري. لدينا 7 أنظمة بلورية. 7 أنظمة بلورية. لدينا أولا المكعبي مثل الألماس، النظام بلوري مكعبي، ثلاثي، الرباعي، وحدي الميل، ثلاثي الميل. هنا لدينا بلورة مثلا ثلاثية الميل، هذه البلورة تسمى ثلاثية الميل. ولدينا النظام السداسي، لدينا هنا بلورتين تتبلوران على نظام بلوري السداسي، بلورة كوارتز الدخان والكوارتز. إذا هذه تسمى نظام بلوري السداسي. وسابعا لدينا المعين القائم، سنرجع في دروس جديدة نتحدث على أكثر تفصيل على هذه الأنظمة البلورية والمجموعات التي تنضم تحتها. لكن ما أريد أن أشير إليه وهو مهم جدا، لاحظوا معي هاتين العينتين، هنا لدينا ايش؟ لدينا معدن الأزوريت، سنشاهده في على المكبر الميكروسكوب. إذا لاحظتم جيدا هذه العينة، فستلاحظ داخلها وجود مجموعة من البلورات. إذا بلورات صغيرة مختلفة. هذه البلورات مقارنة مع هذه البلورة أو هذه البلورة، فهذه البلورات كبيرة وهي المطلوبة
والتي لها قيمة اقتصادية كبيرة ويجب البحث عنها. البلورات البحث عنها يجب أن تكون كبيرة، يجب أن تكون شفافة في أي شكل ما كانت. بطبيعة الحال أما البلورات الصغيرة فليست لها قيمة تذكر، ولهذا البلورات كلما كانت كبيرة تكون مهمة جدا وكلما كانت شفافة. المركز العالمي للأحجار الكريمة جي سي جي يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن سنقوم بتقديم أو تعريف المركز العالمي للأحجار الكريمة وما هي منتجاتنا وما هي الأنشطة التي نقوم بها. بطبيعة الحال هناك ثلاث أقسام أساسية. القسم الأول هو القسم الخدماتي، والقسم الثاني هو قسم السلع، والقسم الثالث هو قسم الاستثمار. بالنسبة لقسم الخدمات هناك مجموعة من الأنشطة. أولا الاستشارات، يعني الأشخاص الذين يريدون استشارة من خبراء الأحجار الكريمة يقومون بإرسال صورة إلى الخبراء وإعطائهم جواب أو معلومات عن ذلك الحجر الذي في الصورة، وهذا يكون بمبلغ $100، ويقوم المرسل بإرسال مبلغ عبر ويسترن يونيون. ثانيا أما بالنسبة للفحص فيكون بمبلغ $500، وهذا بإحضار الشخص ذلك الحجر لفحصه في المختبر أو إرسال عينات منه. ثالثا بالنسبة للتكوين، الآن نحن نتوفر على مركز عالمي للأحجار الكريمة، وهو أول مركز في العالم يقدم دروسا باللغة العربية وكذلك بلغات أخرى. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شارك في القناة وانضم لفريق عمر رشيد حباشو واحصل على استشارات مجانية في الأحجار الكريمة، فحص مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، دورات تكوينية في الأحجار الكريمة عبر العالم، ورحلات إلى دول مختلفة لزيارة مناجم والأماكن التي تتواجد فيها الأحجار الكريمة.